السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أعتذر منكم على صوت الرياح شوي، اليوم عندي رياح قوية شوي، فأتمنى أنه ما يأثر على الصوت في الفيديو كثير، ولكن حبيت أن أبين لكم في متابعة التجربة اللي سويناها أنه مثل ما احنا شايفين أن الفلفل اللي هجناه نضج إلى اللون الأحمر، فاليوم راح أقطف الفلفل اللي هجناه وعلمناه بالقصدير او الالمنيوم، فراح احصدهم وراح اتكلم اكثر عن تكملة هالموضوع. فعندي هاي الثلاث ثمرات اللي بقوا من اللي هجناهم، الثنتين الاوليين حصدتهم لان انضجوا قبل وتركتهم على الطاولة على اساس انه ينضجون اكثر وشوي يجفون، بس علشان اتاكد من ان الثمر يكون ناضج جدا. فمثل ما احنا شايفين هني انا عندي هذه الفلفل اللي حصدته اللي سوينا فيه عملية التهجين، عندي 5 ثمرات احجامها متراوحة، راح احصد البذور منها كلها على اساس ان اضاعف كمية نسبة النجاح عندي في الموسم الجاي. ولكن احب ابين نقطة واحدة اللي هي ان طبعا مثل ما قلت لكم في اول فيديو لما سوينا التجربة ان هذه هي التباسكو، هذه اللي هي التباسكو النبتة الام، يعني النبتة الام اللي نقلنا لها الرحيق ولكن الثمر نبت عليها، فنلاحظ ان شكل الثمر اللي هجناه نفس ثمر الام، دائما الثمر يطلع نفس ثمر الام. النبتة الاب مثل ما ذكرت لكم اللي اخذنا منها الرحيق اللي هي نوع الفلفل اللي هو الكينج ناغا، هذه الثمر شكله من النبتة الأب اللي خدنا منها الرحيق، فنلاحظ اختلاف جدا كبير في الشكل والحجم. هذه من أنواع الفلفل اللي فائقة الحرارة، يعني سوبر هات، يعني أكثر من 500,000 سكوفيل هيت يونت أو وحدة حرارية، أكثر من 500,000 بكثير، يعني عادة تكون أقرب للمليون، ولكن يعني خلينا نقول بشكل مبسط أكثر من 500,000. فمثل ما ذكرت أن هذه النبتة الأب الكينج ناغا اللي خذنا منها الرحيق، وهذه النبتة الأم اللي هي التباسكو. فالكل راح يسأل أنه ليش الثمر ما تغير شكله؟ التغيير ما راح يبين في الثمر اللي هجناه، التغيير راح يطلع في البذر داخل الثمر اللي هجناه. فالحين لازم اخذ البذر واحفظه حق الموسم الجاي وازرعه على اساس نبتدي نشوف النتائج ونبتدي نزرع او ناخذ ثمر من النباتات والثمر اللي صفاته تعجبنا ونبغيها ونواصل زراعته الى ان تستقر سلالة هذه الفلفلة وتصير صنف جديد من الفلفل. راح استخرج الثمر من هذه الفلفل نفس ما بينت في الفيديو اللي راح يطلع لكم الرابط الحين، استخراج البذور من الفلفل، وراح احفظها كما احفظها دائما في الثلاجة. ما اقصد الفريزر، يعني ما اثلجها انها تصير ثلج، لا، في الثلاجة مع الخضروات الطازجة طبعا. فراح احفظها الى الموسم الجاي ان شاء الله، وراح ازرع 10 نبتات كل سنة من السلالة اللي راح ناخذها، يعني كل سنة فقط راح نختار 10 نبتات، فراح نزرع من كل سلالة بعدها راح تمشي راح ناخذ بس 10 نبتات ونبتدي نختار إلى أن تثبت السلالة. فراح نواصل هذه التجربة إن شاء الله بإذن الله الموسم الجاي، ولكن راح أخذ البذور، ومثل ما ذكرت إن الموسم الجاي إن شاء الله راح أزرع منها 10 نبتات ونواصل التجربة ونشوف الصفات، وراح أشرح الطريقة إن شاء الله في الموسم الجاي كيف راح نرقم النباتات ونتابع سلالتها وصفاتها وكذا، وبعدين نبتدي نختار إن شاء الله. فالحين أقدر أقول إن إحنا وصلنا تقريبا أول خطوة من هذه التجربة، لأن اللي كان كله في البداية تمهيد إلى بداية زراعة الصنف الجديد. فالحين ان شاء الله لما ناخذ البذور نزرعها نبتدي نشوف النتائج وراح نشوف التغييرات ونتابعها مع بعض.
فأتمنى أن تتابعون هذه السلسلة، وراح يطلع رابط حق السلسلة اللي ما شاف السلسلة من البداية، وأتمنى أن تستفيدون من هذه التجربة وتحاولونها بنفسكم. يعني إذا عندكم أنواع من الفلفل اللي تحبونها ولكن تبون تغيرون من صفاتها، تجربون هاي التجربة وتقولون لي بعد، أو تشاركون كل الأفكار والنتائج اللي عندكم. فأتمنى أن إذا في أي سؤال أو أي تعليق أو اللي حاب يجرب هالشيء يترك تعليقه في قسم التعليقات، وحتى إذا في أي سؤال راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.